نصابين، بس وين بتروحون من الله وين بتروحون من القانون؟ باكر ان شاء الله موعدي مع النيابة العامة ورافع عليكم بدال القضية قضايا. شو السالفة وش الموضوع؟ الحين بحط لكم الفيديو، بس قبل لا احطه ابيكم تعرفون شنو القصة. شركة بايقين صوتي وبايقين فيديوي وصوري وحاطينها ومركبينها على منتج عشان يسوون له اعلان، شني انا اللي مسوي له اعلان وانا لا اعرف المنتج ولا عمري جربته ولا عمري سويت الاعلان ولا اول مره اشوفه. وايد ناس مخدعه وقاموا يشترون المنتج على اساس انهم يثقون فيني. عموما موعدنا ان شاء الله بالنيابه العامه، بس خل اوريكم الفيديو اول وبعدين ارجع لكم. عندك مشكله روائح الفم الكريهه؟ حياك معي، بس استخدم واضب عليه وراح تشوف نتيجه عمرك بحياتك ما شفتها. المنتج هذا انا مو اول مره اسوي له اعلان، والله شفت ناس تغيرت حياتهم بسبته، حتى نفسك الصبح اول ما تقوم من النوم يتغير. واضب عليه بس لمده اسبوع، استخدمه مرتين باليوم بتشوف حياتك شلون راح تتغير. حيل وقله الادب وقله الحيل اللي وصلوا لها الشركات هذه. بس عموما الوعد ان شاء الله عند القضاء، كل واحد ان شاء الله عنده حق بياخذه. كان لكم حق مني تاخذونه، وكان لي حق منكم باخذه، وبس.